كما قال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، وهي كذلك وصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأمته، وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا الوصية بتقوى الله عز وجل في خطبه ومواعظه وتعليمه لأمته صلوات الله وسلامه عليه. وقد كانت التقوى هي وصية السلف فيما بينهم، فكثيرا ما كانوا يتواصون بتقوى الله تبارك وتعالى، يوصي بعضهم بعضا بذلك، ويربون أبناءهم على تقوى الله وملازمة تقواه سبحانه وتعالى. قال مرة الرجل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال له رجل: اتق الله. قال عمر: لا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نقبلها. وتأمل قوله: لا خير فيكم إذا لم تقولوها. إذا لم يكن هناك دعوة ووصية بتقوى الله عز وجل وتواصي على تقوى الله وعناية بتقوى الله جل وعلا، فإن الخيرية في الناس تذهب، فالخيرية وبقاؤها وجودها في الناس إنما يكون بملازمة الناس لتقوى الله عز وجل. ولكي تنتشر التقوى بينهم لا بد من التواصي بها، ولهذا أوصى الله بها في كتابه، وأوصى بها رسوله عليه الصلاة والسلام بها في سنته، وكذلك هي كانت وصية السلف الصالح فيما بينهم. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين ما تخشاه وقاية تقيه. وإذا كنت تخشى شديد عقاب الله تبارك وتعالى وأليم عذابه، فاجعل شيئا يقيك من ذلك. إذن قوله جل وعلا: واعلموا أن الله شديد العقاب، هذا يربيك على التقوى، لأنك إذا علمت وقر في نفسك أن الله تبارك وتعالى شديد العقاب فإنك ستمتنع وتبتعد وتحذر من الأمور التي ينال بها عقاب الله تبارك وتعالى، وهذه هي تقوى الله. تقوى الله عز وجل أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من عقاب الله وقاية تقيك، هذه حقيقة التقوى، أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من عقاب الله وقاية تقيك، لأن التقوى ما يتقى به،
ما يتقى به. فإذا كنت تخشى عقاب الله وتخشى عذاب الله وهذا الأمر متمكن من قلبك فإنك ستجعل بينك وبين عقابه ما يقيك من هذا العقاب. ولهذا لاحظ قال واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وإذا قال قائل ما هو الذي يعين على التقوى؟ ما الذي يعين العبد على التقوى وعلى تحقيقها في نفسه؟ يقال له يعين على التقوى أمور عديدة، منها أن تعلم أن الله شديد العقاب، منها أن تعلم أن الله شديد العقاب. فإذا علمت وقر في نفسك أن الله شديد العقاب هذا الإيمان وهذا العلم يحرك في قلبك البعد عن مواقع سخطه سبحانه، عن الأمور التي ينال بها عقابه سبحانه وتعالى. فلاحظ قوله واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب يربي على التقوى والعناية بها. فإذا نظرت في قوله جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب، واتقوني يا أولي الألباب. إذا تأملت في هذه الآية أرشدتك وهدتك إلى أن تقوى الله جل وعلا خير الزاد، وأنت في هذه الحياة في سفر وينتهي السفر، ينتهي سفر الناس في هذه الحياة بدخول الجنة أو دخول النار، حمان الله وإياكم. ينتهي السفر إما بدخول الجنة أو بدخول النار، وإلا الإنسان في سفر، الإنسان في سفر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فالإنسان لا يزال في سفر، والمسافر يحتاج في سفره إلى الزاد. والله جل وعلا يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قالها أحد التابعين في تعريف التقوى، وقد قال جمع من العلماء إن هذا التعريف هو أحسن ما قيل في بيان التقوى وبيان حدها، وهو قول طلق بن حبيب وهو من التابعين. لما وقعت الفتنة في زمن التابعين وأريقت الدماء وحصل فتن عمياء بين الناس، جاء بعض الناصحين إلى طلق وقالوا له، قالوا له الفتنة حصلت فكيف نتقيها، الفتنة حصلت فكيف نتقيها، بما نتقيها؟ قال اتقوها بالتقوى، قال اتقوها بالتقوى، يعني اتقوا الفتن بتقوى الله جل وعلا. كيف نتقيها؟ قال اتقوها بالتقوى. قالوا إذن أجمل لنا التقوى، أجمل لنا التقوى، أعطنا تعريف للتقوى، أجمل لنا التقوى. قال تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذه تقوى الله جل وعلا، وهذا تعريف جامع
من أحسن ما يكون في حد التقوى، واستوعده 3 مرات حتى يحفظ، ومن شاء أيضا أن يكتبه يكتبه. قال رحمه الله: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. قال رحمه الله: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. مرة ثالثة قال: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذا التعريف أنا وقفت على ثناء كبير عليه من العلماء، منهم ابن تيمية رحمه الله، وابن القيم، والذهبي، وابن رجب، وجمع من أهل العلم أثنوا على هذا التعريف، ومنهم من قال هو أحسن ما قيل في حد التقوى، أحسن ما قيل في حد التقوى، وهو فعلا تعريف جامع ونفيس ومفيد جدا. تقوى الله أن تعمل بطاعة الله، أن تعمل بطاعة الله، ثم قال بعد قليل: وأن تترك معصية الله. فلاحظ، تقوى الله فعل للأوامر وترك للنواهي، لكن فعل الأوامر وترك النواهي يحتاج من العبد إلى ماذا؟ أعطونا الجواب من الأثر. يحتاج من العبد إلى ماذا؟ إلى نور، إلى نور تعرف به الأمر ما هو والنهي ما هو. والمراد بالنور نور العلم، المراد بالنور نور العلم، نور العلم، نور العلم، نور العلم.